مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه التغطيه الاخباريه المباشره تاتيكم على شاشه قناه النيل الاخبار، والتي نتناول خلالها ابعاد زياره الرئيس الصومالي الى مصر وكذلك تطورات الاوضاع في قطاع غزه بعد مرور 100 يوم وسبعه ايام منذ بدايه العدوان الاسرائيلي الغاشم على الاشقاء في فلسطين وقطاع غزه. البدايه حيث اكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر لن تسمح باي تهديدات للصومال، وان الصومال امنه، مجددا الرفض للاتفاق الموقع بين اقليم ارض الصومال واثيوبيا مؤخرا بشان الاستحواذ على ميناء البحر الاحمر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحاديه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصومالي، حيث تناول الرئيسان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتطوير العلاقات بما يتسق مع طابعها التاريخي، كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط ومنطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وذلك في إطار حرص مصر الدائم على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم، أهلا وسهلا. شكرا. وأنا أفضل مرافق ليك، سعداء بوجودكم ضيوف أعزاء لنا في مصر. واسمح لي أن أنا أهنيكم وأسجل بكل تقدير النجاحات اللي أنتم حققتوها خلال الفترة اللي أنتم بتديروا فيها البلاد. ويمكن هنا مهم أن أنا أقول ده لينا كلنا، عشان ده امر فرحنا كتير، ان بقياده الصومال بقياده فخامه الرئيس نجحت في ثلاث مسائل او ثلاث موضوعات في منتهى الاهميه. الموضوع الاولاني كان هو طبعا مكافحه الارهاب، اللي الحقيقه كان ليه تاثير كبير جدا على حاله عدم استقرار لسنوات طويله جدا، يمكن امتدت اكتر من 20-30 سنه. فانا بهنيكم فخامه الرئيس على ده. النقطة الثانية طبعا نجاح برضو الصومال بقيادتكم الحكيمة في شطب الديون اللي كانت بتثقل كاهل يعني الدولة الصومالية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة واللي مرت على الصومال خلال الفترة اللي فاتت. نقطة كمان مهمة ان الصومال نجحت بقيادة فخامة الرئيس في يعني رفع الحظر المفروض على الصومال منذ عام 91، من 91 وكانت الصومال في حظر على توريد معدات وأسلحة لها، وده أيضا نجاح آخر. فأنا بهنيكم على ده فخامة الرئيس، وأنا متأكد أن بقيادتكم الحكيمة ستتقدم الصومال أكتر وتتطور أكتر وتنجح بشكل يسعدنا. العلاقة بين مصر والصومال كانت دايما علاقة قوية على مدار التاريخ وعلاقة تاريخية ممتدة، والحقيقة احنا سعداء بهذه العلاقة. وهنا لازم اقول ان احنا في حديثنا او في مباحثاتنا الثنائية مع فخامة الرئيس كانت الحقيقة مباحثات بناءة جدا، وتناقشنا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية. وانا بقول هنا ان احنا ما
مستعدين دايما ان احنا يعني نطور علاقتنا مع اشقائنا في افريقيا وفي الدول العربية، والصومال دولة افريقية ودول عربية زي مصر ما هي دولة افريقية وعربية، ومستعدين في كل المجالات المتاحة نتطور ونتحرك بشكل ايجابي بارادة قوية. واحنا دايما بنقول ان احنا مصر لا تتدخل في شؤون الدول وتسعى دائما الى التعاون من اجل البناء والتنمية والتعمير. في موضوع ايضا مهم اتكلمنا فيه على خاص يتعلق بموضوع الاتفاق اللي تم ما بين الصومال، ارض الصومال واثيوبيا فيما يخص ايجاد ميناء على البحر الاحمر. وهنا تحدثنا على ان احنا في مصر كان لنا موقف سجلناه على طول في اعقاب هذا الامر ببيان من وزارة الخارجية يرفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيها ورفض هذا الاتفاق. وإحنا بنأكد ده مرة تانية إن إحنا ده كان أحد النقاط اللي إحنا تناولناها في مباحثتنا مع فخامة الرئيس. أنا عايز أقول لينا كلنا إن التعاون والتنمية أفضل كتير من أي حاجة تانية. وأنا رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال، أنا رسالتي هنا للأثيوبيين. إن يعني النهاردة إنك أنت تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو في أريتريا أمر متاح بالوسائل التقليدية، إنك أنت تبقى تاخد يعني يبقى ليك فرصة إنك أنت تستفيد من المواني اللي موجودة في الدول دي، أمر ما حدش أبدا يرفضه. ولكن محاولة إنك أنت تقفز على أي أرض من الأراضي عشان تبقى الأراضي دي يتم السيطرة عليها بشكل أو بآخر زي الاتفاق اللي هو مع أرض الصومال، طبعا ما فيش حد هيوافق على كده. بالمناسبة أنا عايز أقول لينا كلنا إن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها يعني لها حقوق في وطبقا لميثاق الجامعه في الدفاع المشترك عن اي تهديد لها. واحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حاجه، احنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمه. احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال، ومش هنسمح ان حد يمس الصومال. وانا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، محدش يجرب مصر، محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو أشقائها طلبوا إن إحنا نبقى موجودين معهم. إحنا مش ما بنغيش أبدا غير البنى والتنمية والتعمير. مش هطول كتير في الكلام، فخامة الرئيس اطمئن إن شاء الله، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى نحن معكم من أجل البناء والتنمية والتعمير. وبنقول للدنيا كلها يا ريت إن إحنا دايما نتعاون ويبقى في حوار بيننا وبين بعضنا بعيدا عن يعني التهديد او المساس بامن واستقلال الدول. مره ثانيه برحب بيك فخامه الرئيس، اتمنى لك التوفيق وان شاء الله نرى الصومال. وهنا يهمني اقول رساله للمصريين، سامحني ان انا هستفيد بده. الصومال دخلت في مشكله سنه 90 91، ومن 91 لغاية النهاردة استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لمدة أكتر من 30 سنة، أكتر من 30 سنة. ودايما إحنا لما بنتكلم بنقول يا ناس يا دول، خلي بالكم من بلادكم وحافظوا على استقراركم وحافظوا على بلادكم. أي تحدي ممكن يتم مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة، طالما الدولة مستقرة وآمنة. عندما تدخل الدول في حالة عدم استقرار بتدخل ما بترجعش بسهولة، ما بترجعش بسهولة، تاخد 20 سنة 30 سنة. مش عارف الكلام ده ممكن يزعل أخويا فخامة الرئيس، ولكن أنا بقوله للمصريين. الصومال حجم الاقتصاد بتاعها 7 مليون دولار على عدد سكان 25 مليون، ممكن يكون أكتر من كده بشوية،
لكن تصوروا لو من سنة 90 للنهاردة الاقتصاد الصومالي بيزيد مليار دولار سنويا، كان زمان رقمها اقتصاديا كام دلوقتي. كل ده مقدرات راحت على شعب الصومال، وتبدأ من جديد تبني وتعيد وتعمر. فالكلام ده للمصريين. اتفضل. شكرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، It is a great honor and privilege أنه من دواعي سروري وشرف لي أن أتواجد معكم في القاهرة وأن أناقش معكم تعزيز العلاقات مع دولتكم الشقيقة والعلاقات بين مصر والصومال. شكرا سيدي الرئيس، وأشكر شعب مصر على هذا الترحيب المعتاد الحار وكرم الضيافة التي قدمت لي ولوفدي في هذا البلد. إن بالطبع الصومال تعتبر مصر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة وصديقة، ونتطلع إلى مزيد من الرخاء والتعاون يعتمد على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة بين بلدينا. فقامة الرئيس، أثناء مناقشتنا المثمرة اليوم إنني أكدت مؤكدا على الرغبة القوية لبلدي للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين، خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية والتي كذلك الفوضى في النظام العالمي. أود أن أشكر السيد الرئيس السيسي على الدعم الفوري والذي لا يتزعزع للحكومة المصرية في إدانة محاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض السيادة وسلامة الأراضي الصومالية وفقا في الاتفاق الذي وقع في أول من يناير 2024، وهذا يأتي في الوقت الصعيب، وكذلك يضمن أن الالتزام بالقانون الدولي. وكذلك هذا نفس الدعم القوي والملزم الذي نتلقى من جميع الشركاء الدوليين والإقليميين الذين أكدوا جمعا الحاجة المطلقة لإثيوبيا لأن تلتزم بالقانون الدولي وتحترم سلامة الأراضي الصومالية وسيادتها. البحر الأحمر هو جزء أساسي من التجارة العالمية والأمن، ويقدم وكذلك يقدم فرصا حالية ومستقبلية لجميع البلدان، خاصة لدول الجوار التي تطل على البحر الأحمر وكذلك الخليج العربي. الصومال لديها إمكانيات وفرص كبيرة بها، ولن نسمح لهذه الأراضي أن تستولى عليها دولة أخرى دون موافقة الدولة الصومال ذات السيادة، بما في ذلك إثيوبيا أو أي بلد آخر. وعلى الرغم من ذلك، مثل البلدان الأخرى المسؤولة عن بعض الأصول في البحر الأحمر، فالصومال كذلك على استعداد لتيسير النمو التجارة العالمي وكذلك عمل ترتيبات محددة لكل البلدان. هنا أود أن أؤكد مجددا لشركائنا الدوليين أن شراكة بين الصومال ومصر في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر في البلاد، ولكن لكي تثبت الاستقرار ورخاء البلدان وبخاصة الأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر. في الختام سيدي الرئيس، أنه لشرف لي أن أتواجد هنا في القاهرة معكم وأتطلع إلى تعزيز والدفع قدما بنتائج مناقشتنا اليوم من أجل مستقبل مثمر لبلدينا. شكرا سيدي الرئيس.
ومشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا التقرير حول المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصومالي أحمد شيخ محمود، نستقبل المداخلة الهاتفية التالية مع الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام لمزيد من المتابعة والتحليل حول ما جاء في المؤتمر الصحفي. أستاذ جميل، تحياتنا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. يعني بدايه استاذ جميل، كيف ترى اهميه هذه الزياره في هذا التوقيت تحديدا، وكيف قرات رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي؟ هو طبعا زياره في توقيت مهم جدا. الزياره دي بتاتي في ظل تهديدات كثيره بيعيشها منطقه الشرق الاوسط والبحر الاحمر بشكل كبير، في محاوله ل التعدي على سيادة دولة الصومال، ومن خلال طبعا توقيع اثيوبيا وارض الصومال على اقتطاع جزء من ارض الصومال لاثيوبيا. طبعا كل ده تهديد للبحر الاحمر، وايضا تهديد مباشر للامن القومي الصومالي. طبعا النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي ارسل العديد من الرسائل، اهمها رسائل طمأنة الى الصومال ولشعب الصومال ايضا ان مصر تقف بجانب الصومال، تقف بجانب سياده الصومال على اراضيها، ترفض بكل الاشكال اي تدخل في شانها او الاعتداء على ارض من اراضيها. وقال الرئيس كمان ان احنا يعني في حاله الطاقه ان احنا هندافع عن دوله الصومال، وارسل رساله مهمه جدا وهي بيقول بلاش تجربوا مصر، لان بالفعل مصر هي القوه الفاعله في مصر أوسط. مصر قادرة على حماية مقدراتها، قادرة على حماية أمنها القومي في كل المحيطات، في كل محيط من محيطاته، المحيط الإقليمي والمحيط الأفريقي، وأيضا منطقة البحر الأحمر هي المنطقة الهامة بالنسبة للدولة المصرية، والأشقاء في أفريقيا طبعا لهم على مصر دور كبير جدا في حماية أمنهم إذا تطلب إذا طلب هذه الدول ذلك. طبعا على الجانب الآخر، الرئيس أرسل رسالة مهمة أيضا إلى الداخل المصري عندما أكد أن الصومال منذ عام 90 أو 91 دخلت في صراع كبير جدا داخلي أدى إلى انهيار اقتصاديا، وتراجعت على مدار السنوات الماضية بشكل كبير جدا. الحفاظ على الدول من الشعوب هو أهم شيء في المرحلة الحالية، لأن بالفعل عمليات التدمير التي تتم أو التدمير الذاتي للدول هي طبعا بتؤكد أن المخططات الأجنبية بتفلح في تنفيذ مشروعها، وهو التقسيم، وهو أيضا تدمير الدول، تدمير قوة الدول، تدمير فلوس الدول. الرئيس النهاردة أكد أيضا على تسمينه لما قامت به الصومال خلال الفترة من التخلص من ديونها، من عودة الاستقرار ومكافحتها للتنظيمات وقضاء التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأيظا رفع الحظ على السلاح اللي كان مفروض عليها من قبل الأمم المتحدة. إذا في نجاحات أيضا في دولة الصومال بعد الاستقرار، ولكن أمام هذا الاستقرار كانت تضحيات كبيرة جدا قدمتها الدولة الصومالية وقدمها الشعب الصومالي. نعم أستاذ جميل، يعني الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، جماعه الدول العربيه، الصين، يعني اهم الهيئات والمنظمات والدول الكبرى رفضت الاتفاق الموقع بين يعني دعت الى احترام سياده الصومال، وهو ما يعني رفض الاتفاق الموقع بين اثيوبيا وارض الصومال. يعني ما هي الوسائل القانونيه التي يمكن ان تتبعها دوله الصومال لانهاء هذا الاتفاق، وكيف ترى او تقرا السيناريوهات المتوقعه في الفتره القادمه؟ هو بالطبع هذا الاتفاق هو العدم سواء، لان ارض الصومال دي دوله لا تعترف بها اي دوله في العالم. يعني من لا يملك اعطى لمن لا يستحق بالضبط. يعني هي محاوله من اثيوبيا لخلق نوع من انواع الازمه في منطقه البحر الاحمر، او تعدي على السياده الصوماليه في هذه المنطقه. طبعا بالطبع كل دول العالم طبعا رفضت هذا الاتفاق، وايضا هناك احترام، يجب ان يكون هناك احترام للمواثيق والقرارات الامم المتحده وقرارات الدول الكبرى،
وايضا سياده دوله الصومال اللي هي لا يمكن التفريط بها باي حال من الاحوال، وان ما يحدث او ما سيحدث اذا تم توقيع هذا الاتفاق او تنفيذه هو في المقام الاول هو اضرار بالمصالح الحيويه في البحر الاحمر للدول، جميع الدول المتشاطئه في البحر الاحمر، وايضا بالنسبه للصومال بشكل كبير، وتهدد الامن والاستقرار في المنطقه. بالطبع يجب طبعا قرارات الامم المتحده، يجب ان يكون هناك اتفاق، يجب ان لا يكون هناك اتفاق مع اي جماعه كانت او ما يدعي مع دوله لا يعترف بها العالم ككل، مقابل ان احنا هناك دوله ذات سياده اللي هي الصومال على اراضيها، تمتلك سيادتها، تمتلك قرارها. فاعتقد انه يجب ان يكون هناك ضغط عالمي، وانا اعتقد ان هذا القرار لن يتم العمل به نهائي. استاذ جميل، ايضا يعني برايك ما هو هدف اثيوبيا من وراء تلك الانتهاكات المتعدده والمتتاليه في يعني السنوات الاخيره؟ هو بالطبع اثيوبيا ترغب في ان تظهر قدراتها، تظهر قوتها، تظهر انها قادره على تنفيذ ما تتطلع اليه، ولكنها في النهايه هي بتهدد استقرار المنطقه بشكل كبير جدا، تهدد الامن والسلم في المنطقه، تهدد الامن والسلم في البحر الاحمر. اثيوبيا هي معروف طبعا اثيوبيا دوله حبيسه، لا يوجد لها شواطئ او موانئ، فهي بترغب ان يكون لها مكان على البحر الاحمر، ولكنه في النهايه هو تهديد للامن وتهديد للاستقرار وتهديد لكل سبل السلم اللي بتسعى اليه دول البحر الاحمر في الوقت الحالي. طبعا معروف ان البحر الاحمر في الوقت الحالي فيه ازمه كبيره طبعا، من خلال ما يحدث من قبل جماعه الحوثي، وايضا من التحرشات الامريكيه والحوثي مع الحوثي، والحوثي ايضا بينفذ عمليات تستهدف السفن العابره في البحر الاحمر. لكن على الجانب الاخر بالطبع ما ستفعله اثيوبيا هو مزيد من التوتر في المنطقه، ومزيد من التوتر في منطقه البحر الاحمر ومنطقه القرن الافريقي بشكل كبير. نعم استاذ جميل، ايضا يعني هل يحق لارض الصومال توقيع مثل هذا الاتفاق، وكيف ترى خطر وتداعيات هذا الاتفاق على سكان القرن الافريقي؟ هو بالطبع لا يحق لدولة أرض الصومال، لأن زي ما قلت لحضرتك في البداية أنها دولة لا يعترف بها العالم، لا يوجد لها ممثلين في الأمم المتحدة، لا يوجد لها أي تعريف في أي مواثيق دولية. لهذا السبب فهذا أو هذا الاتفاق مع أثيوبيا هو العدم سواء. هناك هذه الأرض تملكها دولة الصومال، دولة الصومال هي الوحيدة التي تحدد، وهي الوحيدة التي تتصرف، وهي الوحيدة القادرة على حماية أمنها القومي، لها أهدافها ولها طموحاتها. أيضا دولة الصومال من أجل عودة الاستقرار إليها مرة أخرى وعودة الهدوء إلى أراضيها. فما يحدث طبعا في الوقت الحالي هو تهديد لأمن واستقرار دولة الصومال، تهديد لأمن واستقرار البحر الأحمر، تهديد لأمن واستقرار أيضا دول القرن الأفريقي بشكل أساسي، لأن كل دول القرن الأفريقي ستكون متضررة بشكل كبير مما يحدث أو مما سيحدث مستقبلا بعد إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق. أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف مباشرة على شاشة قناة النيل للأخبار. وننتقل إلى آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25,105 شهداء و 62,681 مصابا. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في معارك بقطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 531 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر الماضي. تتواصل المعارك العنيفة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات في الضفة الغربية المحتلة.
بعد تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه أي سيادة فلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب. وأفادت حماس عن عشرات الغارات الجوية والضربات المدفعية على قطاع غزة، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية استهدفت محيط مستشفي ناصر والأمل في مدينة خان يونس التي يتركز فيها القتال منذ أسابيع بعدما تركزت المرحلة الأولى من الحرب في شمال القطاع. وسمع دوي إطلاق نار وغارات جوية وقصف مدفعي كثيفة خصوصا في خان يونس، فيما أفاد شهود عن قصف إسرائيلي من زوارق على مدينة غزة ومناطق أخرى من شمال القطاع. وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي عاود قصف محيط مخيم جبليا. وتدعي إسرائيل أن من ضمن أهداف حربها في قطاع غزة تدمير شبكة الأنفاق التابعة لحماس والإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي أن الجيش عثر على نفق في خان يونس كان يحتجز فيه بعض الأسرى، وقال إنهم عثروا على أدلة تشير إلى وجود أسرى ذاكرا من ضمنها رسوما لطفلة مخطوفة في 5 على حائط في النفق على حد تعبيره. وأشار إلى أن نحو 20 أسيرا كانوا محتجزين في النفق في أوقات مختلفة في ظروف صعبة دون ضوء مع قليل من الأكسجين ورطوبة شديدة على حد تعبيره، زعما أن الجنود دخلوا النفق حيث واجهوا مقاتلين وخاضوا معركة تم فيها القضاء عليهم. كان آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا في وسط تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة وإجراء انتخابات مبكرة لإطاحة نتنياهو. ولتحليل آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا عبر سكايب من حيفا الأستاذ أمير مخول خبير الشؤون الإسرائيلية. أستاذ أمير تحياتنا يا فندم. أستاذ أمير. نعم. نعم، هل تسمعني بوضوح؟ نعم نعم. نعم، أستاذ أمير، يعني تصريحات هنا وهناك من رئيس حكومة حرب الإبادة الإسرائيلية نتنياهو وتصريحات من الولايات المتحدة وتفاوضات ما بينهم حول آخر الأوضاع في قطاع غزة وماذا بعد هذه الحرب، ثم تؤكد المقاومة الفلسطينية أنه لا حق لأحد تقرير مصير قطاع غزة غير الفلسطينيين. يعني كيف ترى هذه المناورات من الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة والثابت بأنه لا حق لتقرير مصير قطاع غزة غير الفلسطينيين؟ بالواقع أنه نتنياهو يدخل مرحلة يلعب على أوراقه الأخيرة في مفهوم معين بالمفهوم السياسي، وهو مهتم بالأساس بجمهور مصوتيه ما يسمى البيس، ويراهن على ائتلافه الحاكم، ولذلك يلعب في هذه المصطلحات، يلعب مع بايدن في مفهوم انه يصرح يلقي تصريحا او لا يعترض على دولة فلسطينية، ثم يأتي بعجالة خلال ساعات ويطلق تصريحا مذعورا الى حد ما، لانه حتى يخترق قوانين السبت الدينية انه ممنوع العمل فيها، ليصدر بيانا بانه لا يقبل بدولة فلسطينية وأن هذه الأقوال لم تكن منه وكل ما نتج عن ذلك. هذه اللعب نتنياهو التاريخية والجسد جديدة من ناحيته، وأعتقد أنه يصارع، يعني كما يبدو أنه شعر أن بايدن حاول في إعلانه أنه نتنياهو لا يعترض على دولة فلسطينية أن يضعف نتنياهو أمام جمهوره، بالذات أمام جمهور نتنياهو، وأن يضغط على الائتلاف الحاكم. لكن كما يبدو أنه ما نجحت هذه العملية، وإنما نتنياهو كسب أكثر بها، لأنه هناك كان تتمة لتصريح بايدن، وهذه مهمة واستغلها بعتقد نتنياهو أو سيستغلها، وهي ما جاء في تصريح بايدن أن هناك ليست صيغة واحدة للدولة الفلسطينية وقد تكون صيغ نحو المستقبل، وهو تراجع أمريكي جديد عن موقف حل الدولتين
والاعتراف بدولة فلسطينية تحت الاحتلال، والاعتراف حتى بالمبادرة العربية التي كانت تنتقص من بعض الحقوق الفلسطينية وبالذات حق العودة بشكل معين. لكن حتى عن هذا تراجع بايدن وذهب باتجاه صيغة قد تكون مريحة لسماع نتنياهو، لكنها لا تأتي بأي حل فلسطيني ولا أي حل للدولة الفلسطينية. لذلك أكثر ما في هذا الأمر هو مناورات من الطرفين. واضح أن إدارة بايدن ترى أنه لا يمكن أن تتقدم الأمور ولا حتى في صفقة تبادل أسرى ما دامت هذا الائتلاف الحاكم على حاله، لكن هذه نوع من لي الأيدي، والطرفان يعيان تماما ما يقصده كل طرف ويدركان نقاط قوة ونقاط ضعف كل طرف. أستاذ أمير، يعني كيف موقف الداخل الإسرائيلي والاختلافات في قيادات جيش الاحتلال، خاصة وأنه بدأ واضحا الخسائر التي تكبدتها إسرائيل وصمود المقاومة وقدرتها على الاستمرار في مواجهة هذا الغزو البربري؟ يعني هناك وابل من التصريحات وتقديرات بأن الجيش بدأ يخسر حتى من من مما أنجزه من وجهة نظري في غزة، بسبب عدم وضوح الأهداف، عدم وجود مخرج من الحرب، وعدم وجود تصور إسرائيلي رسمي يعمل وفقه لتحقيق الإنجازات التي يريد أن ينجزها. لذلك يرى الجيش نفسه مقيدا في السياسة وليس يخدم هذه السياسة، يرى أنها بدأت تعطل عليه وتقوض مما أنجزه ومن الثمن الذي دفعه في نهاية المطاف وفقا للحديث الإسرائيلي. لكن هناك أيضا بدأت يعني وابل من أيضا من التصريحات والمواقف والمظاهرات في خلق رأي عام مناوئ لحكومة نتنياهو، يرى بها أنها العقبة الأساسية أمام تحقيق الانتصار بالمفهوم الإسرائيلي، وأيضا العقبة الإسرائيلية الأساسية أمام عودة الرهائن والأسرى من غزة. وهذه القضية بدأت مستعرة تماما وتجزء رأي العام الإسرائيلي. نتنياهو وحكومته في الموقف الأساسي بأن مواصلة الضغط العسكري سوف يؤدي إلى عودة الرهائن والأسرى، وبينما هناك قناعة شعبية وعسكرية أيضا وحتى أمنية وحتى أمريكية في نهاية المطاف بأن تحرير الأسرى ممكن فقط من خلال صفقة التبادل، وهذا ما لا تريد الحكومة أن تصل إليه، وهذا ما لا ترغب الحكومة، وهذا ما لا تستطيع الائتلاف الحاكم أن يصل إليه ويبقى حاكما. يعني أستاذ أمير، باعتبارك خبير في الشؤون الإسرائيلية، الدعم العسكري والدعم المادي من الولايات المتحدة للجانب الإسرائيلي واضح ومعلن، ولكن ما تتكبده الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي من خسائر في الأرواح وخسائر في العمل والاقتصاد المنهك والخسارة من وراء توقف السياحة والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، هل برأيك تستطيع إسرائيل توسيع رقعة الصراع، خاصة وهي تناوش الجانب اللبناني بين الحين والآخر بهذا التهديد؟ يعني كان تصريح مهم للإدارة الأمريكية مؤخرا بعد زيارة بلينكن أن إسرائيل وحدها بالخيارها العسكري لا تستطيع أن تحمي أمنها، وهذا تصريح مهم لأنه هذا تقدير فعلي وليس مجرد إطلاق موقف، وهذا تقدير للوضع اليوم في إسرائيل. وأعتقد أنه الجبهة اللبنانية ستكون أصعب بكثير وأكثر تعقيدا وأكثر دمارا وخرابا، ونوعية المواجهة ستكون مختلفة تماما. لكن كما يبدو أنه إسرائيل لحد الآن تحاول التصعيد ضمن مستوى اللا حرب المفتوحة واللا حرب الشاملة مع حزب الله ومع لبنان، لأن هذا قد تتحول سريعا إلى حرب إقليمية. وحتى ما تقوم به ضد ضباط إيران في سوريا وغيرها، هذا يأتي ضمن المعادلة الموجودة لحد الآن في الإبقاء على ما دون الحرب. وأعتقد أن إسرائيل ليست بعجالة من أمرها أن تذهب إلى حرب، لأنه قد تكون سياسيا مأزومة جدا في هذه المسألة، لكن لا يوجد لها خيار عسكري، لا يوجد خيار عسكري يمكن أن يضمن لها النتيجة المرجومة، ولا أن يضمن لها سير الأمور كما تريد، ولا أن يضمن لها ثمنا تستطيع أن تتحمله. وهذا الواقع
الردع الاستراتيجي الموجود لا يزال سيد الموقف. قد تتدحرج الأمور إلى مواجهات عنف، لكن من الصعب رؤية أن إسرائيل ستذهب إلى حرب على الجبهة الشمالية حتى لو قامت بالتخفيف من في الجبهة الجنوبية. يعني أستاذ أمير، يعني عذرا للإطالة، ولكن السؤال الأخير، ماذا بعد؟ هناك تصريح وحديث عن ماذا بعد الحرب، وهناك تصريح أيضا أن هذه الحرب ممتدة لأشهر، يعني هل تتوقعون توقف هذه الحرب في القريب، وأن هذه التصريحات هي مجرد محاولة ممارسة نوع من الضغوط لكسب أوراق جديدة في حالة وجود مفاوضات؟ يعني في نهاية المطاف ماذا سيكون بعد الحرب يحدده أين ستصل إليه الأمور في يوم قبل نهاية الحرب، والأمور لا تبدو أنها باتجاه نهاية الحرب. والحكومة الإسرائيلية باتت في حالة إن عاجزة عن التقدم بالحرب وعاجزة عن إيقافها، لأن في كلا الحالتين سوف تتفكك، وأيضا عاجزة عن عن مواجهة الضغط الشعب الإسرائيلي، الضغط هائل جدا في موضوع الرهائن، في موضوع الاقتصادي، في موضوع النازحين في الشمال والجنوب، وهي قضايا جوهرية تفكك عمليا المجتمع الإسرائيلي إلى حد كبير. والإسرائيل أعتقد أنه ليس لديها رؤية اليوم، لا باتجاه ماذا سيكون في اليوم التالي للحرب، ولا متى سيكون، ولا كيف سيكون اليوم التالي للحرب. لذلك تلعب في هذه اللعبة حيث لا مخرج لدى حكومة نتنياهو سوى الإبقاء على الحل العسكري. الإبقاء على الحل العسكري يعني أن تتحول الحرب على غزة إلى حرب استنزاف، وهذه مكلفة أكثر بكثير للاقتصاد وللمعنويات الإسرائيلية على المدى البعيد. وأعتقد أنه الأمور تدخل في أزمة اللا مخرج بشكل كبير جدا. وليس بالصدفة أعتقد أنه جاء تصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي توريل الذي دعا إلى فرض حل الدولتين وليس انتظار أن توافق عليه الأطراف، وهذا قد في حال تحول إلى موقف دولي قد يأتي بالنتائج. لكن من داخل الحكم الإسرائيلي، من داخل حكومة نتنياهو أو من داخل المعارضة الإسرائيلية اليوم، لا توجد بدائل سياسية للوضع القائم. أستاذ أمير مخول، خبير الشؤون الإسرائيلية، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا عبر سكايب من حيفا. ومشاهدينا الكرام، كانت هذه واحدة من تغطياتنا الإخبارية المتواصلة على مدار الساعة حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. تابعونا دائما على شاشة قناة النيل للأخبار. دمتم في أمان الله.